السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهارده نكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 3 الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الاول، طبقا لاخر تعديل حصل على المنهج من كتاب المعاصر، واحنا شرحينه من كتاب الوزارة. كمان لو حابب تراجع عليه من كتاب الوزارة هتلاقيه موجود على القناة، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا النهاردة هنبتدي نشرح في يونت 2 او الوحدة التانية Body Matters. Body Matters او مهام الجسم، المهام بتاع جسمنا. وطبعا هناخد معلومات جميلة او شيقة اوي في اليونت دي، خليكم معايا. طبعا Lesson 1 في الوحدة دي بيكلمنا عن الأورجنز أو الأعضاء اللي موجودة عندنا، فبيقول لنا هنا key vocabulary أو كلمات اللي احنا لازم نعرفها. listen and repeat. listen and repeat، استمع وكرر. فهنا أول حاجة بيقول لنا blood vessels. blood vessels يعني أوعية دموية. arteries. arteries يعني شرايين. brain. brain يعني مخ. vein. veins. veins يعني أوعية أو أوردة أو أوردة دموية. veins. veins أوردة دموية. blood. blood يعني دم. lungs. lungs يعني الرئتين. heart. heart يعني قلب. skeleton. skeleton يعني skeleton. skeleton يعني هيكل عظمي. طبعا دي new words او كلمات جديدة لازم نحفظها كويس قوي. وطبعا في عندنا كمان extra vocabulary او كلمات جديدة وزيادة. عندنا gas. gas يعني غاز. stronger. strong. strong يعني قوي. oxygenated. oxygenated يعني مؤكسد، يعني مشبع بالاكسجين. وطبعا liquid. liquid يعني سائل. وعندنا كمان tube. tube يعني أنبوبة. nutrients. nutrients يعني عناصر غذائية. living organisms. living organisms يعني كائنات حية. وoxygen. oxygen يعني أكسجين. عندنا كمان زي ما احنا عرفنا قبل كده ناخد cons of verbs أو تصريف الأفعال. فعندنا regular verbs و irregular verbs. irregular verbs أو الأفعال المنتظمة، وال irregular verbs الأفعال غير المنتظمة. فأول حاجة عندنا في present control. control يعني يتحكم. controlled. controlled يعني تحكم. happen يحدث. happened حدث. carry يحمل. carried حمل. add يضيف. added ضاف. pump يضخ. بامبد ضخ. كونكت يتصل. كونكتد اتصل. سيركيوليت. سيركيوليت يوزع يدور. سيركيوليتد وزع او دور. بوش يدفع. بوشد دفع. وطبعا الافعال غير المنتظمه او الريجولر زي جو يذهب. وينت ذهب. تل يخبر. تولد اخبر. نو يعرف. نيو عرفه. ميك يصنع. ميد صنع. ليرن يتعلم. ليرنت او ليرنت تعلم. بيت ينبض. بيت ينبض. جرو ينمو. جري ينمو. جرو. جرو ينمو. جرو. جرو. جرو وجرو. جرو جرو. جرو يعني نما. نما. جرو ينمو. جرو نما. جرو ينمو. جرو نما. عندنا كمان في حاجة اسمها الimportant expressions and prepositions أو تعبيرات وحروف جر هامة. فعندنا learn about يتعلم عن. it is very interesting لأنه مثير جدا. without oxygen بدون غاز الأكسجين. around your body حول جسمك. make us strong يجعلنا أقوياء. تمام. في عندنا طبعا كل ده حفظ، الصفحة دي والصفحة اللي فاتت كمان حفظ زي اسمنا، لان الكلمات دي مهمة وتصريف الافعال مهم جدا، هيفضل معاك لغاية ما تخلص جامعة ان شاء الله.
بعد كده هنا بيقول لك اكتب بقى اسماء الاعضاء دي، فده هوم ورك طبعا. هنا بيقول لك listening and reading. listening and reading يعني الاستماع والقراءة. فبيقول لك look, read and identify، يعني انظر واقرأ وتعرف. طبعا احنا شايفين هنا اصحابنا في الكلاس روم او في حجرة الفصل قاعدين طبعا، وبيتعلموا عن البادي بارتس او اجزاء الجسم. وهنا طبعا صديقنا بقى بيحكي لنا وبيقول لنا ايه اللي تعلموه النهارده، فهنقرا مع بعض كده. Today we are going to learn about the body. Mrs. Mona is going to tell us how the heart works. The heart. The heart works. Did you know your heart beats? Heart beats يعني ده نبضات قلبك. About 70 times a minute. يعني بيدق حوالي 70 دقة في الدقيقة. Your heart. Your heart. Your heart moves the blood around your body. القلب بتاعك بيضخ وبيمشي الدم بتاعك في أنحاء جسمك. Our brain. Our brain controls everything that happens in our body. In our body. Our skeleton helps us move and makes us strong. It is very interesting. تمام، بيقول لك ان كمان السكيلتون او الهيكل العظمي بتاعنا بيخلينا نقدر نتحرك وبيخلينا اقوى، والمعلومات دي very interesting او شيقة جدا. زي ما احنا عارفين ان كل كلمة من دول مكتوب جنبها نمبر كده، وفي الجنب هنا لو انت كنت نسيت معنى الكلمة هتبص هتعرف معنى الكلمة من النمبر بتاعها. وتعالوا نروح للصفحة اللي بعد كده، خليكم معي. طبعا هنا بيقول لنا read and identify the functions of the organs. يعني ايه functions؟ يعني وظائف الاعضاء، وظائف الحيوية. organs يعني اعضاء الجسم. فهنا بيقول لك اقرأ وعرف ال functions او الوظائف بتاعت الاورجنز او بتاعت الاعضاء بتاعت الجسم. فبيقول لك هنا organ، organ يعني عضو، وهنا function، function يعني الوظيفة بتاعته. وده طبعا يا اصحابي لازم نحفظه، ده حفظ مهم جدا. فالنهاردة فهو بيقول لك هنا our heart. our heart يعني قلبنا. moves blood around our body beats about 70 times a minute. يعني بيحرك الدم وبينقله حوالين جسمنا، بينبض 70 دقة في 70 مرة في الدقيقة تقريبا. our brain. our brain يعني مخنا. controls everything that happens in our body. بيتحكم في كل حاجة بتحصل في جسمنا. our skeleton. helps of us move makes us stronger. بيساعدنا ان احنا strong، بيساعدنا ان احنا نتحرك وبيخلينا اقوياء. our lungs. added oxygen to the blood. add oxygen to the blood يعني بتضيف الاكسجين للدم بتاعنا. look, read and identify. انظر واقرا وعرف. فبيقول لك هنا في نمبر 1 the heart is very the heart is very important because it moves blood around your body. blood carries oxygen and nutrients to all parts of the body. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك الهارت او القلب very important، مهم قوي. because لان it moves blood، هو بيحرك الدم around your body، في انحاء جسمك. البلود ده carries بيحمل oxygen، الاكسجين and nutrients، والعناصر الغذائية اللي انت اكلت منها اللي انت اكلتها مثلا to all parts of the body، لكل اجزاء جسمك. فالدم ده عامل زي ما يكون الدليفري، زي ما يكون الشيال، بيشيل الاكسجين والعناصر الغذائية ويوصلها لانحاء الجسم المختلفة. والدم ده مش بيتحرك لوحده، اللي بيحركه مين؟ الهارت او القلب بتاعنا. فعشان كده الهارت very important او مهم جدا. طب نمبر 2 بيقول لنا هنا veins carry blood from the body to the heart. the heart the heart
There isn't a lot of oxygen left in this blood because it was used in the body. That is why the blood looks darker. تمام. هنا بيقول لك الفينز أو الأوعية الدموية carry blood from the body، بترجع بقى الدم وبتشيله من أجزاء الجسم to the heart للقلب مرة تانية. هو خلاص القلب ضخ الدم والدم راح ادى الأعضاء الأكسجين والنيوترينتس بتاعتها، والأعضاء خدت الدم وراحت واخدة منه الأكسجين والعناصر الغذائية وراحت رجعته تاني للفينز أو الأوعية الدموية، وقالت لها خدي الدم ده يا أوعية دموية، لا فيه أكسجين ولا فيه نيوترينتس، رجعيلي القلب تاني عشان يحط لنا عليه أكسجين تاني ونيوترينتس أو عناصر غذائية تانية. فعشان كده بيقول لك إن there isn't a lot of oxygen، الدم ده ما فيهوش أكسجين كتير in this blood، في الدم ده because it was used in the body، لأن خلاص الأكسجين ده استخدمه الجسم. That's why، علشان كده the blood looks darker، الدم ده لونه أغمق شوية لأن هو ما فيهوش أكسجين وكمان مش هتلاقي فيه نيوترينتس، فعشان كده لونه darker أو أغمق شوية. بيقول لك بقى في نمبر 3 أو رقم 3، نمبر 3 أو رقم 3 بيقول لك هنا the heart pushes the blood to the lungs and the lungs oxygen is added to the blood. The oxygenated blood now with oxygen and it travels back to the heart and then to the heart and then to the heart and then the heart pumps it out to the rest of the body and the arteries اللي هي الشرايين veins and arteries are the major blood vessels that connect to the heart to the heart. يبقى بقى ايه هو ده؟ يقول لك هنا the heart القلب push the blood بيدفع الدم بيضخ الدم to the lungs للرئتين، بيقول لها خدي يا رئتين الدم ده. In the lung في الرئتين oxygen is added، بيتم إضافة الأكسجين على الدم اللي خدته من القلب to the blood للدم. The oxygenated blood الدم اللي عليه أكسجين ده now with oxygen in it اللي هو يعني دم فيه أكسجين travels back بيتحرك مرة تانية بيرجع to the heart للقلب مرة تانية بس في أكسجين بقى المرة دي. And then وبعد كده the heart pumps it القلب بيضخه مرة تانية out to the rest of the body لباقي أجزاء الجسم مرة تانية in arteries في الشرايين veins والأوعية الدموية. And arteries veins and arteries veins and veins and ar- veins and arteries الأوعية الدموية والشرايين دي are the major blood vessels هي أهم حاجة أهم هي الأوعية الدموية الرئيسية اللي بتنقل الدم that connect to the heart اللي بتوصل الدم من وإلى القلب. هنا طبعا بيعرفنا في صورة الهارت الجميل بتاعنا ده بيقول لك هنا our heart أو القلب بتاعنا، بيقول لك هنا الفينز أو الأوردة والارتريز او الشرايين. تمام. الكلام ده لازم نفهمه قبل ما نحفظه لان هو مهم جدا ان احنا نفهمه، هيفضل معاك لحد ان شاء الله ما تخلص ثانوية عامة كمان، فلازم تبقى فاهم كل حاجة من الحاجات دي، مهم جدا وهو فعلا very interesting او شيق جدا. نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. هنا بيقول لنا read and identify يعني اقرا وتعرف. فهنا بيقول لنا الاكسجين او الاكسجين a gas which all living organisms need هو اكسجين هو غاز بيحتاجه كل الكائنات الحيه. nutrients we need these to help us grow احنا محتاجين العناصر الغذائيه دي علشان ننمو. veins these carry blood without a lot of oxygen in it to the heart يعني هي بتحمل الأوعية الدموية دي بتحمل الدم
بدون أكسجين علشان ترجعها للقلب مرة تانية. Arteries الشرايين. These carry blood with oxygen in it away from the heart. طبعا الكلام ده حفظي يا أصحابي علشان خاطر تبقى عارف الفرق بين الفينز والارتريز وكل حاجة من الحاجات دي. الفينز بتشيل الأكسجين الفينز بتشيل البلد من غير أكسجين، الارتريز بتشيل البلد وبيبقى فيه أكسجين ونيوترينتس كمان. البلد نفسه بقى ايه هو؟ A liquid that carries oxygen and nutrients around your body. هو سائل بيشيل الأكسجين والعناصر الغذائية في أنحاء جسمك. Blood vessels أو الأوردة الدموية. Tubes through which blood circulate in the body. طبعا هي أنابيب بتدور الدم وتحركه في أنحاء جسمك. وطبعا laughing is good for your heart. دي كده fun fact أو معلومة كده مرحة، معلومة غريبة، بيقول لك إن الضحك مفيد لقلبك. طبعا عندنا هنا في exercises دي homework ان انت تكتب وتكمل معاني وتكمل الكلمات المختلفة دي. طبعا الactivity ده كمان homework. ونروح ل lesson 2 and 3. وطبعا هنا في بعض الكلمات الهامة. طبعا بيقول لنا هنا جو يعني فك، رب يعني ضلع من الضلوع اللي هي العظمة دي، ني يعني ركبة، ماسل يعني عضلة، أورجان يعني عضو، سكال يعني جمجمة، بون يعني عظمة، إلبو يعني كوع، الكوع ده. Wear sunglasses يرتدي نظرة شمس. Go to the park تذهب للحديقة. Go to bed يذهب للفراش. Ride a horse يركب حصان. Go to the library يذهب للمكتبة. Go swimming يذهب للسباحة. Climb the mountain يتسلق الجبل. Wear pads يلبس حافظة للركبة. Wear a helmet. Pads دي اللي هي اللي بيلبسوها على ركبتهم عشان لما يقعوا لو وقعوا ولا حاجة ما يتعوروش. Wear a helmet يرتدي خوذة. الهلمت اللي هي الخوذة اللي بيلبسوها على راسهم دي علشان لو لا قدر الله وقعوا ما يتعوروش. طبعا الكلمات دي حفظ برضو أصحابي، مهم جدا نحفظها. وطبعا عندنا conjunctions of verbs أو تصريف الأفعال. طبعا أول حاجة attached يعني وصل. attached وصل. lifted turned chew يعني يمضغ. chewed يعني مضغة. protected climb البي هنا silent اسمها climbed. وطبعا هنا عندنا في الirregular verbs kept or wear ride road wear war. تمام، دي حفظ برضو، مهم جدا ان احنا نحفظ التصرفات الافعال جدا. وهنا عندنا طبعا important expressions and prepositions او تعبيرات وحروف جر هامة. keep us strong تبقينا اقوياء. kick a ball يركل الكرة. attached to يعني مرتبط بيه. وبعدين في be safe يكون آمن. move up and down يتحرك للأعلى والأسفل. طبعا دي كلمات مهمة لازم نحفظها. هنا في homework طبعا مديك الصور بتاعت الأورجنز دي وانت هتكتب تحت منها اسمها. بيقول لنا هنا look and read يعني انظر واقرأ. طبعا السكيلتون او الهيكل العظمي اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. Our skeleton is all the bones هو كل العظام. That keep us strong اللي بتخلينا اقوية. And help us move وبتخلينا نتحرك، بتساعدنا ان احنا نتحرك. We need muscles احنا محتاجين عضلات. To move our bones عشان نحرك عضلة علشان نحرك عظامنا. المسلز دي بتبقى لازقة على العظام تحركها.
Muscles are attached to bones. المسلز متصلة بالعظام. And they lift. And they lift وهي بتحركها. And turn. بتحركها الأعلى والأسفل. And turn bones so we can walk. اللي بتخلينا عشان كده نقدر نمشي. Run ونجري. Dance. نرقص. Anything. ونعمل أي حاجة. When we kick a ball. لما بنشوت كرة بنركل كرة. Muscles make the bones in our leg and knee move. العضلات بتخلي العظم اللي في رجلنا وفي ركبتنا يتحرك. Muscle in our arm and elbow. العضلات اللي في دراعنا وفي كوعنا move when we play tennis. بتتحرك لما بنيجي نلعب تنس. We use muscles. احنا بنستخدم muscles when we chew. لما بنيجي نمضغ food الطعام. To move the jaw. علشان نحرك الفك بتاعنا. Bone up and down. بنحرك العظمة العظام لفوق والتحت. Bones العظام are hard. صلبة. And they protect our soft organs. وهي بتحمي الأعضاء الداخلية الحساسة بتاعتنا. Our brain زي مخنا. موجود جوه السكال بتاعتنا فهي بتحميه لان هو لو اتخبط ولا حاجة من غير سكال دي هنموت على طول لا قدر الله. الهارت بتاعنا القلب بتاعنا and lungs والرئتين كمان. كل ده محمي جوه العظام. Are important organs. الحاجات دي هي important organs او اعضاء مهمة. That need to be safe. عشان كده محتاجة انها تكون في امانة. عشان كده ربنا خلق لها عظام مغطيها وتحميها من اي حاجة ممكن تخبطها. وهنا بيورينا السكلتون بتاعنا او الهيكل العظمي بتاعنا فبيقول لك سكال يعني جمجمه برين جواها اللي هو المخ جو الفك ريب الضلع الضلوع اللي هي الضلع اللي موجود في القفص الصدري ده اورجان يعني عضو طبعا البو يعني كوع ني يعني ركبه ماسل يعني عضله وده السكلتون او الهيكل العظمي بتاعنا. فبيقول لك هنا تحت معلومة جميلة قوي بيقول لك learn there are 206 bones in a skeleton. يعني الهيكل العظمي بتاعنا متكون من 206 عظمة. تخيلوا دي معلومة حلوة قوي اول مرة الواحد ياخد باله منها فلازم نعرفها كويس قوي. ودي معلومة حلوة قوي لازم نعرفها. ونتنقل البيج اللي بعد كده وهنا طبعا عندنا في الجرامر معلومات جميلة برضو جديدة. فبيقول لك ان احنا هنتكلم عن الفيوتشر او المستقبل with be going to او ان احنا نستخدم going to سوف يعني طبعا دي بتعبر عن المستقبل في الaffirmative statements او الجمل الخبرية المثبتة. فبيقول لك طبعا I و I بيجي معها am he و she و it بيجي معهم is we you و they بيجي معهم are the verb to be زي ما احنا عارفين. بعد كده بيجي going to سوف بعدين الفيرب بيجي في الانفينيتيف او في المصدر لازم يجي في المصدر. يبقى بيجي الضمير سبجكت بعد كده فيرب تو بي تصريف بتاع فيرب تو بي بتاعه بعدين جوينج تو بعدين الانفينيتيف او المصدر او الفعل في المصدر. طبعا هنا ده في الجمل الخبريه المثبته اللي هي ما فيهاش نفي زي مثلا هي از جوينج تو رايد ا بايك. هو هيركب هو مخطط او مرتب نفسه ان هو هيركب دراجه في المستقبل. ف he is going to he اهو السبجكت is verb to be going to اللي احنا قلنا عليها ride الفعل في المصدر a bike اللي هي العجله اللي هو يركبها الباسكل اللي هو يركبها. طب هنا we are going to go to the park. احنا مخططين ان احنا سوف نذهب الى المتنزه. we نحن السبجكت are verb to be going to سوف go الفعل في المصدر to the park في الى المتنزه. طبعا ده في الافيرماتيف او الاثبات. طب في النيجاتيف او النفي في النيجاتيف او في النفي بنستخدم برضو الاي ويو بنستخدم برضو السبجكت عادي وبيجي معاه verb to be بتاعه عادي بس بيجي معاه not فاي بتبقى I am not he و she و it بتبقى isn't is not we و you و they بتبقى are not وبعدين بيجي بعد منهم going to زي ما هي وفعل في المصدر او في الانفينيتيف. فزي مثلا لما اجي اقول
She isn't going to go to the library today. يبقى هي مش هتروح، مخططتش ان هي تروح اللايبراري او المكتبة النهاردة. فهنا she او subject is not isn't، هو verb to be وجاي معاه not في النفي. going to زي ما هي، go برضو الverb في المصدر، to the library today الى المكتبة النهاردة. وزي برضو they aren't going to go to bed early، هما مش مخططين ان هما يروحوا يناموا بدري النهاردة. فعل او الضمير aren't are not اللي هو verb to be وجاي معاه not. going to زي ما هي، go الverb في المصدر، to bed early لان هما يناموا بدري. وطبعا لازم نبقى عارفين الكلام ده وحافظين ازاي بنستخدم going to للتحدث عن المستقبل في الافيرمتيف وفي النيجاتيف زي ما احنا شايفين قدامنا. اخر حاجة لما نيجي نعمل بيها سؤال، في طبعا اول حاجة ال yes or no question او السؤال بهل، فبدل ما بنجيب السبجكت او هي وشي وات ويو ووي ذي في الاول، بنجيب verb to be في الاول وبعدين بنجيب السبجكت وبعدين بنجيب going to وبعدين الفعل في المصدر او في الانفينيتيف. فبدل ما اقول he is او I am او you are، بقول verb to be في الاول is و am و are زي ما احنا عارفين، وبعدين السبجكت، وبعدين going to بتيجي، وبعدين بيجي الفعل في المصدر. وده بيكون معناها هل سوف تفعل او يفعل او هو يفعل او انا افعل في المستقبل. هنا ده السؤال بمعنى هل، زي مثلا is she going to climb the rock، هل هي سوف تتسلق الصخرة. طبعا ده yes or no question، فالإجابة بتكون بتاعته بيس، هقول yes she is. لو قلت no هنقول no she is not she isn't. فالإجابة ده yes or no question، وده طبعا معناه هل. وهنا طبعا لو جبنا going to مع ال WH question أو بسؤال بأسئلة ال WH اللي هي زي what where when why، طبعا بنقول ال WH question أو أداة الاستفهام في الأول، وبعدين بيجي بعد منها verb to be، وبعدين subject، وبعدين going to زي ما احنا عارفين، وفي الآخر خالص بيجي الفعل في المصدر. فزي مثلا لما اجي اقول لك What are you going to do? I am going to play football. What are you going to do? ما الذي سوف تفعله؟ What اهو ال WH question او اداة الاستفهام WH، بعدين are اللي هو verb to be، you subject زي ما قلنا، going to زي ما هي، وبعدين do المصدر او فعل الفعل في المصدر. فانت سوف تعمل ايه؟ فهو بيقول I am going to play football، انا سوف العب كرة القدم. ودي الاجابة بتاعتها مش yes or no زي اللي فوق، دي الاجابة بتاعتها بتكون مختلفة، بتجاوب على السؤال وتعبر عن اللي انت هتعمله. طبعا عندنا هنا زي ما احنا شايفين قدامنا ازاي ممكن يجيب لك جملة وانت تكون لها سؤال او سؤال وتعمل له اجابة. فهنا بيقول لك yes he is going to wear a helmet، yes he is going to wear a helmet، هو هيلبس خوذة، سوف يلبس خوذة. no I am not going to play in the street، انا مش هلعب في الشارع. فاحنا عايزين نكون سؤال لكل واحدة منهم، ده yes or no question، وطبعا هنا اجابة بيس وهنا اجابة بنو. فاول حاجة هنقول is he going to wear a helmet، هل هو سوف يرتدي خوذة. فهو طبعا جاوب بيس وبيقول لك yes he is going to wear a helmet. لو انا بسأل وبقول هل هما هيلعبوا هل انت هتلعب في الشارع النهاردة، فبقول لك are you going to play in the street، هل انت سوف تلعب في الشارع. فانت بتقول لي no I am not going to play in the street، لا انا مش هلعب، لن العب في الشارع. وبكده انت تبقى جاوبت على ال yes or no question بتاعي ب yes or no. هنا عندنا طبعا بعض ال exercises، ده homework، وده homework لازم نتدرب كويس على
حال الاكسرسايزز دي، لان هي هتثبت المعلومة في دماغنا. لو في حاجة وقفت قدامك رجع الفيديو وراجع المعلومة تاني وطبق اللي انت اتعلمته على الاكسرسايز اللي معاك او على التدريب اللي معاك، هتلاقي نفسك حليت الموضوع بمنتهى السهولة. بكده نكون وصلنا لبيج 86 او صفحة 86، والمرة الجاية نبتدي نشرح لسون 4. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.